أما الآن غادي نبداو المادة جديدة، هو الإنشاء، والعنوان ديالو هو الوصف، وفيه حصتان. الحصة الأولى اللي غادي اللي هي إعداد، غادي نديروها نهار الخميس. ثم من خلال هذا الإعداد غادي ننجزوا الموضوع اليوم الجمعة كالعادة. إذن تعريف ديال الوصف في الحصة الأولى: الوصف هو تصوير ما تراه وتشاهده في العالم الخارجي من المظاهر العمرانية، يعني كالبنايات والطبيعة كالأشجار، الأزهار، الحدائق إلى غير ذلك، أو الكائنات الحية، الطيور، الفراشات إلى غيره. ثانيا: أهيئ وأتدرب. لوصف الأشياء والأمكنة لا يكفي رؤية الأشياء وتحديد مواقعها فقط، بل ينبغي كذلك تحديد وتمييز أشكالها، يعني هل هي كبيرة أم صغيرة، ثم ألوانها المختلفة وخصائصها وحجمها، وتحديد كذلك العناصر المشكلة للمكان الموصوف. يعني هذا هو بالنسبة إلى بغينا نقوم بعملية الوصف. ثالثا: عندنا نص الموضوع، وكالعادة دائما أننا يجب قراءة نص الموضوع قراءة سليمة ومفهومة، ثم من خلاله الإجابة وتحرير الموضوع من خلال التعليمات المطروحة. مدينة فاس من المدن العتيقة التاريخية، اكتب موضوعا تعرف فيه بمدينة فاس. ثانيا: تصف فيه أهم المظاهر العمرانية، يعني البنايات، ثم التاريخية، يعني المآثر. وثالثا: رأيك تجاه مدينة فاس، يعني الرؤية، وهل يعجبك الشيء، لماذا لا يعجبك، لماذا. واحد. إذن بعد قراءتنا لنص الموضوع ننتقل إلى تحليله، يعني وفق التعليمات المطروحة. إذن تعتبر فاس مدينة من المدن المغربية التاريخية العتيقة، وهي العاصمة العلمية. إذن مروا للتعليمة الثانية: وتتوفر على كتلة من المباني يرجع عهد أوائلها إلى نهاية القرن الثاني للهجرة، ويحيط بها سور عظيم، وتخترقها شوارع وأزقة ضيقة، تصعد وتهبط وتتعرج وتتلوى، وفي هذه الشوارع والأزقة أسواق عتيقة تتجمع فيها حرف تقليدية، وفي وسط المدينة يوجد جامع القرويين، وهو جامع للعبادة والدراسة على السواء. ما أجمل مدينة فاس وما أعظمها، فهي من أبهى المدن المغربية العتيقة. إذن من خلال هذا النص اللي قريناه والتحليل ديال هذا الموضوع، غادي نستعدوا للإنجاز ديال الموضوع الثاني، اللي هو الجمعة 20/3/2020، الحصة الثانية عندنا إنجاز. الجمعة 20/3/2020، يعني الحصة الثانية اللي غادي يكون فيها الإنجاز. إذن على نفس المنوال اللي قرينا وشرحنا المدينة فاس، الموضوع يقول: اكتب موضوعا تعرف فيه المدينة التي تعيش فيها. ثانيا: تصف فيه أهم المظاهر العمرانية والتاريخية والطبيعية. ثالثا: تبدي رأيك تجاه مدينتك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.